السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين تحية الجزائر، قناة سميرة ديزا تبو بكم. في البتاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا وجبة غداء أو عشاء سهلة وسريعة واقتصادية في نفس الوقت، اللي هي صينية البطاطا بأجنحة الدجاج في الفرن. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. بسم الله على بركة الله. في طريقة التحضير، في طنجرة حطيت كمية من الزيت راهي تسخن، راح نحط عليها حبة بصل كبيرة مفرومة. الزيت ما نكتروش بزاف، كما تعرفوا الدجاج يعني والأجنحة يطلقوا بزاف ليدام. ثم نحط هذوك الأجنحة تاع الدجاج بعد ما نقيتهم مليح وغسلتهم مليح بالخل والملح، نحط عليهم كمية من الملح. ونقليهم. ضفت هنا كمية من المعدنوس، مع راح نضيف التوابل اللي هي الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود، وتحبوا تضيفوا أي توابل تحبوها. راح نضيف كذلك فصين من الثوم، نسكرفجهم هنايا. ونكمل نقلي كلش مع بعض. لما يتقلاو الأجنحة مليح ويدخلوهم التوابل، نمرق بكمية من الماء الساخن ونخليهم يطيبوا. نمرق هنا على جنب، ما نكتروش بزاف لأن الأجنحة يعني ما تطولش في الطياب. ونخليهم يطيبوا. بعد ما يغلي الدجاج وتيغلي المعلق، نضيف كميه من الجلبانه. انا استعملت جلبانه طازجه، وانتم استعملوا اي جلبانه تكون عندكم، ونخليها تكمل الطيب. بامكانك تعويض هذه الجلبانه الطازجه بالجلبانه المجمده، وهكذا راح تكون الوجبه اقتصاديه أكثر. بعد ما طاب كلش، طاب يعني اجنحه الدجاج هم اللي كنا طابوا، نحيتهم من المرق. المرق ديالي راهو طايب. قليت كميه من البطاطا هكذا على شكل دوائر، خليتها تقطر مليح في كسكاس. عندي الان نروح نحضروا لاصوص اللي حيطيب فيها هاد لو غراتان تاعنا. عندي حبتين من البيض نضيفهم هنايا، راح نحط عليهم كميه من القشطه. تقدروا تعوضوها بفخوماج دو ريجيم، تقدروا تعوضوها بعلبة ياغورت الطبيعي. اللي ما عندهاش كامل تقدر تعمل زوج حبات من الجبن تذوبهم هنا الداخل فقط، يعني نردو بالنا على الملح فقط. راح نضيف هنايا خلط البيض هذاك مع الكريمة الطازجة، راح نحط عليه كذلك شوية من الفلفل الأسود، وراح نضيف كمية من المرق هنايا. نخلط باش ما يطيبش هذاك البيض لانه المرق ديالي راه شويه سخون، ونحتفظ بالباقي تاع المرق. يعني اللي ما يحبوش غراتا يكون ناشف، نقدموا هذا المرق اللي بقى مع هذا الغراتان. ثم نفرغ هذا المرق هنا فوق هذا البطاطا بهذه الطريقه. هكذا ثم نحط أجنحة الدجاج من الفوق، نحرك شوية هكذا باش يدخل مليح المرق لداخل، ونرجع الأجنحة هادو من الفوق هكذا. باش يطيبولنا لما نشوف المرق ديالي نشف، نشعل عليه من الفوق باش هاد الاجنحه هادو ياخذوا اللون الذهبي. الطبق ديالي هاوليك هنا، هذا اللي خرجته من الفرن راح تشوفوه معايا، ها هو
هو هنايا كما راكم تشوفوا صينيه الدجاج او صينيه البطاطا باجنحه الدجاج تحمروا خداو اللون الذهبي، الاطفال راح يحبوهم كثير، والبطاطا لما قليناها راح يكون عندها ذوق مميز. قدمته مع الملح. هنايا اللي بقى لي اللي ما يحبوش غراتان ناشف ها هو المارق. وهذا هو الفيديو لنهار اليوم حبيباتي، كما شفتوا وصفه سهله وسريعه واقتصاديه وبنينه بزاف. كما شفتوا اذا كان عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد. ادعموني باللايكات وبالتعليقات من اجل المزيد من الوصفات واستمراريه القناه يا احلى واروع مشتركات.